بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنكمل اللاب بتاع ذا ترانسفورمرز ده، الفيديو رقم 21. الفيديو اللي سابق عملنا، خليني كده بس افتح يا جماعه. الفيديو السابق احنا كنا او فيديوهين سابقين احنا اوريدي عملنا فيرتشوال ماشين جديده وسطبنا عليها البي اف سنس فاير وول، تمام، وعرفنا ازاي ان احنا عملنا انتجريشن ما بين وبين الاكتيف دايركتوري، ازاي انا اقدر بالاكتيف دايركتوري يوزر اقدر اخش على الفاير وول، مش لازم ان انا كاريت يوزر على الفاير وول سيستم نفسه لوكال يعني وادخل بيه. وعرفنا ازاي ان احنا الفاير وول ده نضيف عليه اتنين اوبشنز زياده، ان احنا نخليه بروكسي سيرفر ونخليه ويب فلتر. وقلت انا شرحت في الفيديو اللي فات يعني ايه بروكسي ويعني ايه ويب فلتر. بس في مشكله ظهرت معانا في الفيديو اللي فات، ان لما عملنا انيبل للبروكسي وبعدها الويب فلتر حصل انه ال HTTPS بعض المواقع اللي بتستعمل HTTPS ما بتشتغلش، يعني يدي ايرور وما بتطلعش. طبعا ده بالاضافه لحاجه تانية، يعني مثلا الفيسبوك احنا طبعا لما عملنا ويب فلتر انا اوريدي كنت عامل برضو الفيديو السابق كنت عامل ثلاث مواقع عامل لهم بلوك، اللي هو الفيسبوك والتويتر واللينكد ان، دول بيتعمل لهم بلوك عادي ودول HTTPS بس دول بيتبلوكوا عادي طبيعي ما فيش مشكلة. بس على سبيل المثال مثلا جوجل ويوتيوب دول انا مش عامل لهم بلوك. بعد ما عملت انيبل البروكسي اللي هو السكويد بروكسي والويب فلتر، رغم ان انا مش عامل بلوك، باكد تاني مش عامل بلوك على الويب فلتر، مش عامل له بلوك، بس المشكلة طلعت في البروكسي. السكويد بيعمل بلوك للاتش تي بي اس، معظم مواقع الاتش تي بي اس ما بتعديش، يعني جوجل ما بيعديش، يوتيوب ما بيعديش، رغم ان انا مش عامل لهم بلوك. ده بسبب السكويد بروكسي، في اوبشن فيه اسمه ترانسبيرنت اتش تي تي بي بروكسي، وده انا كنت شرحته الفيديو اللي فات. ده بيخليك ان انت لو عايز كلاينت يطلع الانترنت، بدل ما تروح وتفتح الاوبشنز بتاعه البراوزر وتحط جواه السيتنج بتاعه البروكسي اللي هو الاي بي والبورت عشان يقدر يطلع الانترنت، ما بي يعني الاتش تي تي بي ترانسبيرنت بروكسي ده بيخليك ما تعملش الحكايه دي. يعني مجرد ما يفتح البراوزر هو اوتوماتيك بيحط السيتنج بتاعته اوتوماتيك وبيطلع اوتوماتيك. فالاوبشن اللي اسمه ترانسبيرنت اتش تي بي بروكسي هو ده اللي عامل المشكله بتاعت ان المواقع الاتش تي تي بي اس، يعني هو بيعمل بس بيعدي بس بيعدي اوتوماتيك الاتش تي بي، بس الاتش تي بي اس ما بيفهموش. يعني تيجي تقول له مثلا عايز جوجل، جوجل ده اتش تي بي ولا اتش تي بي اس؟ يقول لك اتش تي بي اس، استنى عندك انا مش فاهم ايه اللغه دي. فعشان نحل المشكلة دي هنلغي الاوبشن اللي بتاع ترانسبيرنت بروكسي اتش تي بي بروكسي، وهنضطر ان احنا بس مانيوال نحط الكل كلاينت في السيتنج بتاعة البراوزر بتاعه، نحط له الاي بي والبورت بتاع البروكسي. طب بنقدر نعمل الحكاية دي مانيوال؟ لا، ممكن نعملها عن طريق جروب بولسي. هنشوف بس احنا كده دلوقتي ايه، لما نيجي نشوف الفيديو هنشوف المواضيع برضو هتوضح اكتر لما نيجي نشغل الفيديو ده وهنشوف سوا. خلينا نعدي شوية. طبعا يا جماعة في برضو حاجة تانية، حاجة ظريفة جدا، يعني دلوقتي انت لو مش حاطط البروكسي سيرفر، بعد ما نلغي الاوبشن قلنا اللي عاملين لنا مشكلة هو ترانسبيرنت اتش تي تي بي ده، لو انت مش حاطط البروكسي مانيوال للكلاينت حد هيقول لي مش هيطلع. لا هيطلع، فدي عيب تاني في السكويد. السكويد ان انت لما يعني لو انت هتلغي اوبشن ان انت تحطه ترانسبيرنت اتش تي بي بروكسي، لو هو مش متعلم وانت نسيت تحطه مانيوال، احنا قلنا عشان يعدي الكلاينت لازم يتحط البروكسي ده مانيوال على السيتنج بتاعه البراوزر. افرض ان انت ما حطيتهاش اوتوماتيك، المفروض انا افكر اقول يبقى كده مش هيطلع خالص. لا هيطلع، فدي برضو عيب تاني في السكويد، حته ان انت لما بتحطش البروكسي سيتنج ما بيعديش. فدي طبعا ممكن تتعمل ازاي، ان انت ممكن تحط جروب بوليسي تقول له حط لي البروكسي ده في كل البراوزرات، تمام، وكمان امنع اليوزر ان هو يغير البروكسي، تمام كده. يعني معنى كده ان هو مش عارف، لازم البروكسي موجود، تمام، بحيث ان ما ينفعش واحد مثلا يروح داخل
بفتح له البروكسي سيتنج، يروح شايل البروكسي، يبقى كده خلاص مجرد انه يشيل البروكسي، يعني مش هيحط بروكسي تاني، مجرد انه يشيل البروكسي كده هيعدي. ده عيب خطير جدا في السكويت بالمناسبه، هنشوفه برضو في اللاب، يعني في اللابات اللي جايه هنشوف الموضوع ده في الفيديوهات اللي جايه، انا هوضحها اكتر. بس خلينا نكمل، انا بس كده خلاص اهو الفيديو ابتدى، انا بس عملت فتحت الفاير وول خلاص، وده الدومين كنترولر. انا عندي 2 دومين كنترولر، طبعا في الفيديوهات السابقه احنا شفنا ازاي ان احنا عملنا 2 دومين كنترولر. انا من جوه الدومين كنترولر رقم 1 هجرب بقى كل الشغل بتاعي. وطبعا يا جماعه عايز اقول على حاجه، البروكسي والويب فلتر بتاع البي اف سنس اللي هو الفري طبعا، ده اللي هو السكويد اللي اسمه سكويد، مش عملي قوي. اولا الكونفيجريشن بتاعه صعب وفي مشاكل ومش سلس، على عكس مثلا اللي يستعمل فورت جيت او سوفوس، اللي هو الموضوع ببساطه انت مجرد بتكونفيجر الفورت جيت او السوفوس وبتحط البيانات، بتدي له الانترنت وبتقول له مين اللان ومين الوان، وشرحت قبل كده يعني ايه اللان والوان خلاص، وبتحطه بعد كده تقول له انا عايز مثلا ابلوك مجموعه، حتى الانتجريشن مع الاكتف دايركتوري سهل قوي، وبتقول له انا عايز مثلا جروب معين له كذا وده له كذا، الموضوع بسيط وسهل ما فيهوش اي مشاكل. السكويت صعب في الكونفيجريشن بتاعه، وهنلاحظ في الفيديوهات اللي جايه برضو هحاول ان انا انتجريت الفاير وول او البروكسي بقى نفسه هو والسكويت جارد، عايز انتجريتهم مع الاكتف دايركتوري عشان اخلي جروبات معينه عندي جوه مات، يبقى كل جروب له بلوك ويب سايتس معينه بيهيد بلوك له حاجات محدده. طبعا دلوقتي انا بعمل ايه، انا عشان كنت بترابل شوت الموضوع بتاع ال HTTPS فشلت السيرتيفيكيشن اللي كنت عاملها من الفاير وول، عملت لها انستول اللاب اللي فات او الفيديو اللي فات عشان اعدي المواقع ال HTTPS. احنا قلنا طبعا عشان ال HTTPS يخلي الكلاينت او عشان الفاير وول يعدي ال HTTPS من ناحيه الكلاينت، لازم الكلاينت ده يكون معاه سيرتيفيكيشن طلع من الفاير وول. في الفيديو اللي فات احنا طلعنا 2 سيرتيفيكيشن من الفاير وول وعملنا لها امبورت في الانترنت اكسبلورر والفايرفوكس، عشان لما الكلاينت ده يحاول مثلا يكونكت على حاجه اتش تي بي اس يقول له طب فين انا دلوقتي، ايه انا هسمح لك تعدي بس اديني السيرتيفيكت اللي انا طلعتها او السيرتيفيكيشن اللي انا مديها لك، وريها لي عشان اشوف ان انت مسموح لك تعدي ولا لا. وباختصار في 2 سيرتيفيكت، روس سيرتيفيكت وانترميديت سيرتيفيكت، انا بس شلتهم وحطيتهم تاني. طبعا عشان يعني تشوفوا اكتر الموضوع ده افضل ترجعوا للفيديو السابق، فانا بس مجرد عشان اترابل شوت واشوف ايه الموضوع شلت السيرتيفيكيشن بتاعت الفاير وول وعملتها تاني عشان اتاكد بس انها مفيش مشكله فيها. ده على الانترنت اكسبلورر الحركه دي بتعملها بالانترنت اوبشنز، وبتخش على الكونكشن او على الكونتنت وبتقول له سيرتيفيكيشن ايه، مره هتنستول سيرتيفيكيشن في الروت تراستد روت سيرتيفيكيشنز تراستد روت اوثورتي، والتاني انترميديت اوثورتي انترميديت سيرتيفيكيشن اوثورتي. هما 2 سيرتيفيكيشن طلعناهم من الفاير وول الفيديو اللي فات، بس هنشيلهم ونحطهم تاني. قلت بس عشان اشوف هل هو موضوع ال HTTPS اللي ما بيخرجش ده هل هو مشكلته من السيرتيفيكيشن ولا لا، بس اكتشفت انه هو ملوش علاقه خالص. وبرده اكتشفت حاجه انه في بعض المواقع HTTPS بتعدي، يعني هم موقعين ثلاثه وبقيه المواقع ما بتعديش. تمام، وقلنا سبق المشكله في الحكايه دي كانت فين، المشكله في انه السكويد بروكسي بيعمل ما بي يعني بي 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 بيفلتر بس او بيعمل بروكسي لل HTTP مواقع ال HTTP، ال HTTPS بيقف عندها غريب كده ما بيفهمش القصه رايحه فين. خلاص، فانا برضو دخلت هنا على فايرفوكس وبرضو ببص سيرتيفيكيشن، عملت له انستول اللي فات ده كان على الانترنت اكسبلورر، ودخلت على الفايرفوكس برضو اعمل له انستول للسيرتيفيكيشنز. يا جماعه برضو عشان تبقوا فاهمين انا بعمل ايه، يا ريت ترجعوا للفيديو السابق. فقلنا حل الموضوع بتاع المشكله بتاعت ان المواقع ال HTTPS ما بتعديش من الفاير وول، احنا هنلغي خالص موضوع ال Transparent HTTP Proxy ونينيبل ال SSL عادي، HTTPS SSL Inspection عادي خالص، ونروح بس نحط على كل كلاينت في البراوزر بتاعه البروكسي بقى مانيوال، نحط بروكسي سيتنج اللي هو الاي بي بتاع البروكسي مع البورت، ده هيحل لنا المشكله خالص. بس طبعا يعني مش مريحه خالص الموضوع ده،
اللي استعمل الفورد جيت او السوفس الموضوع اسهل بكتير. طبعا انا ايه لاحظت انه في بعض المواقع بتعدي HTTPS بس مش كل المواقع، اغلب المواقع ما بتعديش، موقع او اتنين او تلاتة منهم يوتيوب ومنهم مكتوب ياهو، و اعتقد شوية يمكن الاتنين دول بس. فهنخش على الفايروول، انا برضه هوريكم ترانسبيرنت اتش تي تي بي اوبشن ده فين بالظبط عشان نبقى هنعمل له ان تشيك نشيله. هو ان شاء الله يعني في الفيديو كمان مش اللي جاي اللي بعده هشيل بقى انا فعلا الموضوع ده، بس انا بوريكم دلوقتي خطوات ازاي ان احنا ايه نترابل شوت الموضوع ده. انا ابتديت من الاول خالص، يعني ابتديت الاول اشوف السيرتيفيكيشن هي السبب ولا في انا عامل بلوك الحاجه بالغلط. يعني دخلت انا على المواقع اللي انا عامل لها بلوك من الفيديو اللي فات برضو، حبيت ابص بصه هل انا مثلا عامل بلوك مثلا للفيسبوك او عامل بلوك مثلا للجوجل، بس طبعا ما فيش لا بلوك لا ده ولا ده، انا عامل ثلاث مواقع بس ودول هما دول اللي معمولهم بلوك. المفروض ان هو ما يعملش بلوك لا لجوجل ولا اليوتيوب، بس طبعا اللي بيحصل ان هو بيطلع له ايرور اول ما بيخش جوجل او يوتيوب او جوجل او يوتيوب بيطلع له ايرور ان انت ان في ايرور معين، وده قلنا عشان موضوع ال HTTPS مع السكويد، في مشكله مع السكويد، السكويد بروكسي ما بيفهمش موضوع ال HTTPS SSL inspection دي فيها مشكله. يعني هنلاحظ هنا مثلا ايه دلوقتي المواقع دي معمول لها بلوك اهي، هنلاحظ ان لينكدين ده اول مره يطلع على الايرور ده، بس ده عشان الاتش تي بي فهو لقطه. بالمناسبه يا جماعه في نقطه، لما الموضوع موضوع ايه برضو حته البلوكينج دي هيبقى فيها مشكله لما نغوي موضوع الاتش تي بي اس، هنشوف بس دلوقتي مبدئيا انا بجرب كل ما خلينا برضو ايه واحده واحده في الفيديوهات اللي جايه هوضح لكم بالظبط ايه اللي بيجرى. ودلوقتي ان احنا خلاص اهو بنجرب كل المواقع معمول لها بلوك عادي خالص، يعني الايرور اللي بيطلع ده مش عشان في مشكله في الاتش تي بي اس، لا هو اوريدي معمول له بلوك. للاسف نفس الايرور ده بيطلع في في الاثنين، يعني لما يبقى في مشكله في الاتش تي بي اس بيطلع الايرور اللي هو اس اس ال لونج مش عارف ايه، ولما بيتعمل بلوك الموقع برده بيطلع نفس الرساله. طب هتفرق منين اذا كان ده مشكله في الاتش تي بي اس ولا مشكله في ان هو معمول له بلوك؟ ممكن تعرف من اللوج بتاع السكويد جارد بيبقى موجود فيه هو اتعمل بلوك ولا ما اتعملش. هو حاجة يعني بصراحة كومبليكيتد أوي، أنا شايف إن الموضوع مش مستاهل يعني بقولها في الفورت جيت زي ما بقول كنت بقول له بس إيه حتى يعني خلاص عايز رول كذا تتطبق على جروب كذا في الأكتف دايركتري خلاص انتهينا وخلصنا. أنا ما في السكويد هنا واضح إن في عشان فري طبعا مش في نفس السهولة يعني. يعني لاحظ مثلا ريدت دوت كوم ده مثلا المفروض إن أنا مش عامل له بلوك، بس أهو في إيرور بيطلع رغم إن أنا مش عامل له بلوك. طبعا من ضمن الحاجات وانا بتابع بترابل شوت الموضوع بتاع ال HTTPS المواقع دي قال لك يتاكد ان السكويد والسكويد جارد ليتست فيرجن، يعني اخر حاجه عشان ممكن يكون ده، لان كان في بيحصل بعض المشاكل مع الفيرجنز القديمه من السكويد بروكسي والسكويد جارد، فاتاكدت ان الاثنين اخر فيرجن خلاص. حاولت مثلا الجيميل برده ما ينفعش رغم انه مش معمول له بلوك برده، حاجه غريبه جدا. طبعا حاولت بقى طبعا اعمل سيرش على الرساله دي اللي هي SSL record too long، حاولت ان انا بقى اشوف حلها ايه. طبعا تعبت فيها شويه في الاول، ايه قال لك اعمل ابديت للسكويد والسكويد جارد وشوف الحاجه في السيتنج موجوده في السكويد بروكسي بص عليها، حاجات كتير قوي طبعا تهت فيها في الاول، بس في الاخر خالص
اثرت على حاجه بتقولي ان هو الموضوع كله جاي من البروكسي، السكويت بروكسي في الاوبشن بتاع ترانسبيرنت اتش تي بي، ده هو ده اللي عمل المشكله، بس بعد وقت طويل طبعا يعني. وطبعا دي اللوجات اهو، اللي عايز يعرف السكويد في المونيتور حاجه اسمها ريل تايم، ده اللوجات بتاعه البروكسي واللوجات بتاعه السكويد جارد، الاثنين الويب فلتر والبروكسي، دي اللوجات بتاعته. طبعا لو نلاحظ لسه جوجل اهو برده مقفول، رغم ان زي ما بيقول انا مش عامل له بلوك، كل ده بسبب الاوبشن اللي هم اللي هنقول عليه دلوقتي، الاوبشنين اعتقد عدت الاوبشنين بتاع الاتش تي تي بي، يعني لما الاثنين دول بيشتغلوا مع بعض، الاتش تي تي بي اس 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 ال انسبكشن مع الترانسبيرنت اتش تي بي بروكسي. يعني هنبص دلوقتي اهو الحته دي، انا طبعا عشان احل الموضوع لغيت الاوبشن ده عشان اشوف هل جوجل هيشتغل معايا ولا لا، هو بقيه المواقع الاتش تي بي اس، واشتغلت فعلا ان المواقع بعد كده اشتغلت. فده دليل على انه المشكله كانت جايه الاول، افتكرت انها في مشكله في الاوبشن بتاع الاس اس ال ده، لكن ما طلعش هو، طلعت المشكله في انه البروكسي ما بيفهمش، البروكسي سكويت بروكسي ما بيفهمش او ما بيعرفش يعمل فلتر للاتش تي بي اس اوتوماتيك لما يكون الاوبشن بتاع ترانسبيرنت ده شغال، انما لو انت حطيته مانيوال هيشتغل معاك عادي جدا. يعني هنشوف برضو في فيديوهين جايين، انا دلوقتي مثلا اهو جوجل مثلا، هتلاقي ان جوجل هيشتغل معانا. وهنلاحظ بقى حاجه بقى جميله قوي في الحكايه دي، ان بعد ما لغيت الاس اس ال انسبكشن كل المواقع اللي انا كنت عاملها بلوك اللي هو الفيسبوك والتويتر واللينكدين، لو تلاحظوا كانوا بيتعمل لهم بلوك. طب حد هيسالني طب ايه علاقه ده بده؟ اقول لك انا علاقه ده بده ايه. دلوقتي هو الرول كانت بتبلوك الاثنين اتش تي تي بي اس والاتش تي تي بي، يعني فيسبوك في منه اتش تي تي بي وفي منه اتش تي تي بي اس، وتويتر في اتش تي بي اتش تي بي اس، وده برضو اللينكدين في اتش تي تي بي اتش تي بي اس. فلما لغينا الانسبكشن ما بقتش الرول تعمل بلوك للاتش تي تي بي اس، بقى تعمل بلوك للاتش تي تي بي اس بس. طبعا اغلب المواقع دلوقتي شغاله اتش تي تي بي اس. يعني هنلاحظ برضو حته الموقع هنا اهو، الاوبشنين اللي عاملين المشكله اهو، الانيبل اس اس ال ده الاوبشن ده لما بيشتغل مع الاوبشن ده ما بيشتغل، يعني ما بيشتغلوش كويس مع بعض. فلو انا لغيت الاوبشن ده خلاص وبعدين رحت على البراوزر وحطيت البروكسي اي بي ادرس بتاع البروكسي سيرفر والبورت هيشتغل عادي، وممكن اخلي ده انيبلد عادي، يعني مجرد بس ما اشيل الاوبشن ده خلاص انتهينا. طب هي ازاي هيفلتر الاتش تي تي بي ترافيك؟ عن طريق الاوبشنز اللي حطيناها في البراوزر. هنشوف برضو يا جماعه ده في الفيديو اللي جاي او اللي بعده، هنشوف الموضوع ده ماشي ازاي. فالاوبشن ده مع ده بيعملوا مشاكل، فاحنا عشان نحل موضوع المواقع اللي هي ما بتشتغلش دي اتش تي بي اس، هنلغي بس الاوبشن ده خلاص، وبعدين نحط مانيوال بقى السيتنج بتاعه البروكسي عشان يطلع انترنت، هنحطها في البراوزر. هنشوف بقى طبعا مثلا هنا، طبعا هوريكم حته ان احنا نعمل نحط البروكسي سيتنج دي منين. احنا شفناها في الفار، بس يعني ثواني كده هوريها لكم دي، مش ده بريف اصلا ما عرفتش اعملها بالبريف. بصوا يا جماعه هنعدي بس كده، بصوا يا جماعه هنعمل ايه، هنفتح الفايرفوكس عشان نحط بروكسي سيتنج. هنحطها فين في الفايرفوكس؟ من اوبشنز في جنرال، تمام جنرال، عشان نحط البروكسي هنروح تحت في السيتنج، وبعدين هنقول له حط البروكسي اهو، هحط الاي بي بتاع الفاير وول اللي هو 192.168.10 والبورت اللي هو 3128، ده البورت بتاع البروكسي، واقول له also use this proxy for HTTP و HTTPS عشان يقدر ان هو ايه يطلعه انترنت. ومن الانترنت اكسبلورر بتتعمل منين؟ بتتعمل من انترنت اوبشنز، وبعدين من كونكشنز، وبعدين لاند سيتنج، ده هنحط البروكسي تحت، ده بعد ما نلغي الاوبشن بتاع ترانسبيرنت اتش تي تي بي بروكسي عشان نحل موضوع المواقع الاتش تي بي اس اللي ما بتعديش. هنشوفها في فيديو جاي او اللي بعده ان شاء الله، هتشوفوا الموضوع ده. احنا
هنا انا عشان اعمل ترابل شوت انا لغيت الاوبشن ده، بس اول ما لغيته كل المواقع بقول اللي كانت عملها رول انها تعمل لها بلوك ما تعمل لهاش بلوك، وده بسبب انه ايه؟ بسبب انه اغلب المواقع HTTPS. فالرول طالما الاوبشن بتاع الاس اس ال مقفول، HTTPS SSL انسبكشن مقفول، مش هيعمل غير بلوك ال HTTPS. وده اللي حصل، انه لا الفيسبوك بتستعمل دلوقتي HTTPS عشان السكيورتي، ما حدش بقى بيستعمل HTTP خالص دلوقتي غير مواقع محددة صغيرة قوي. استنى عادي ده كده قدام شوية كمان. بالنسبة يا جماعة موضوع ال HTTPS، لما المشكلة ال HTTPS دي كمان مأثرة مع، احنا قلنا ان في البروكسي ممكن تحط انتي فيروس على البروكسي، برضو مشكلة ال HTTPS المواقع دي لما بيبقى، احنا قلنا عشان البروكسي ما بيعديش HTTPS موضوع الانتي فيروس اللي محطوط على البروكسي ما بيشتغلش صح. فعشان برضو ننهي بقى الموضوع ده خالص، زي ما بيقول عشان ننهي كل المشاكل اللي طالعة من البروكسي سكويت بروكسي ده، هنلغي موضوع ال Transparent HTTP بروكسي اوبشن ده، وهنخلي ال SSL، هنعلم تاني ال HTTP SSL Inspection، وبعدين نروح على كل براوزر نحط البروكسي مانيوال. ده هيحل لنا كل المشاكل اللي كانت طالعه من السكويت بروكسي خالص، اللي هتحل يعني هتظهر لك مشاكل كتير كده، ده حلها الاخير يعني. هنلاحظ هنا ان فيسبوك معدي زي ما قلنا، هنلاحظ انه برضو التويتر معدي، سوري معلش كده يا جماعه، التويتر هيعدي اهو عادي خالص. ولينكد ان معدي برضو، فكل ده بعد ما لغينا ال HTTPS SSL Inspection. هو هنا الرول شغاله صح بس بتبلوك ال HTTP، وزي ما بنقول اغلب المواقع ما بتستعملش دلوقتي ال HTTP، بتستعمل HTTPS، فعشان كده برضو الرول راحت ايه؟ كانها ما اشتغلتش. طبعا لو كتبت http://facebook.com هيقول لك انه بلوك، بس طبعا زي ما بيقولوا مش انا اللي بختار، لما بكتب فيسبوك على البراوزر هو اوتوماتيك بيختار البروتوكول اللي يناسبه. فيعني موضوع لو في البرودكشن انفايرمنت ما اعتقدش ان السكويد بروكسي والسكويد جارد ينفعوا، لان مشاكلهم كتير في الكونفيجريشن، وفي حتى الفلترنج بتاعه او في الباي باس بتاعه كبروكسي او شغله كبروكسي سيرفر في مشاكل. في ناس طبعا استعملته، بس انا افضل بقى يعني ناخد حاجه احسن. هجرب بعد كده مثلا اوبن سنس، حاجه اسمها اوبن سنس، وفي حاجه اسمها اي بي فاير. في نقطه بس يا جماعه برضو، وانا شغال ممكن نوقفها هنا شويه، الفاير وول وانا شغال عمل مشكله اسمها سواب بيجر. الصفحه دي خلاص دي ليها علاقه بالرام، انه فضل الفاير وول يقعد يكيش او يشتغل، السبيس عنده فضيت، الرامات عنده اتملت. انا اسف يعني دلوقتي هو انت عشان تعمل بروكسي سيرفر ففي بروسيس كتير على البروسيسور وعلى الرامات، تمام. فالايرور ده طلع على الفاير وول، قال لك ان انت عندك مشكله في السواب فايل خلاص. فعشان تتحل المشكله دي لما عملت جوجل عليها قال لك دي مشكله في الرام، فزودت الرام بتاع الفاير وول، بدل ما بقت 1 جيجا بقت 2 جيجا. طب ايه خطوره الموضوع ده؟ هقول لك خطورته في ايه. لما بتحصل الايرور ده الفاير وول بيشتغل كانه سويتش عادي، الداتا رايحه جايه. يعني على سبيل المثال انت دلوقتي عامل حاجات معينه تبلوك اليوزرز يخش الفيسبوك وكذا حاجه، لما بتحصل الايرور ده بيعدي كل حاجه، بتعدي اي حاجه، اي رول انت حاططها عشان تبلوك اي حاجه كانها مش موجوده. طب المفروض الطبيعي بيهنج، هو اختصارا كده الفاير وول بيهنج. طب المفروض الفاير وول يهنج ان مفيش اي حاجه تطلع وتخرج، لا في حالتنا دي الفاير وول التهنيجه هنا مقصود بيها ان هو بيعطل اي رولز انت عاملها، وبيعتبر نفسه كانه سويتش، مجرد ان انت ايه داتا داخله وده داتا خارجه، ما بيعملش عليها لا اي فلتر ولا اي بلوك ولا اي انسبكشن. مظبوط، عشان بس تبقى العمليه واضحه. في حالتنا دي انا زودت الرام بس وانتهى الموضوع، وده عن طريق هنشوف دلوقتي انا بنزود الرام ازاي.
فخدوا بالكم لما تطلع الرساله دي يبقى معنى كده ان انت ايه الفاير وول عندك كل حاجه مهنجه، بس مهنجه بمعنى ان هي يعني الانترنت هتشتغل بس الفاير وول ما بقاش شغال خلاص، هي مجرد سويتش زي ما بنقول داتا خارجه وداتا داخله وداتا خارجه، بيعتبر نفسه كانه هوا كانه مش موجود، كانك حاطط بالظبط الجهاز بتاعك على سويتش والسويتش بيطلعك بره على الانترنت من غير اي نوع من انواع الحمايه ولا فلترنج. ففي الحاله دي بقول انا دخلت عملت بس سيرش على الايرور ده وقال لي ان المشكله فيه انه ده في الرام، فطبعا عشان احل الحكايه دي دخلت زودت الفيرتشوال ماشين بتاعتي، زودت لها رام اللي هي البي اف سنس يعني فيرتشوال ماشين، زودت له الرام بتاعته خليتها بدل ما تبقى 1 جيجا خليتها 2. معلش يا جماعه اصل الفيديو طبعا انا مسجله قبل كده وبعد كده بفتحه وابتدي اكومنت عليه او ابتدي اعلق عليه، فطبعا ايه بحاول اعدي الحاجات اللي ملهاش لازمه وبحاول اجي في الحته اللي انا ايه حته الرام دي زي ازودها. هي بتتفتح بصراحه من الورك ستيشن، هنشوف دلوقتي اهو هتروح فاتح اهو الفاير وول اهو، هقول له ايديت فيرتشوال ماشين سيتنج وهزود الرام بدل ما تبقى 1 جيجا هتبقى 2. بس كده هتحل موضوع السواب فايل دي. هو باختصار السواب فايل ده عباره عن ايه؟ عباره عن مساحه على الهارد ديسك، لما الرام بتتملي هو بياخد حته من الهارد ديسك بتاع الفاير وول يستعملها كرام. فهو دلوقتي بيقول لي كمان انه بعد ما الرام اتملت كمان السواب فايل ده يعني الحته الهارد ديسك كمان دي اتملت، يعني مثلا لو سيسال الهارد ديسك 20 جيجا انا واخد منه 1 جيجا سواب فايل مثلا، فلما الرام بتتملي بيروح واخد ال 1 جيجا اللي على الهارد ديسك دي يستعملها كرام. فخلاص فكمان بيقول لي كمان ان السواب يعني بعد الرام اتملت كمان السواب فايل اتملى، فدي مشكله. فاحنا مش عايزين نوصل لحته ان هو يقول السواب فايل يتملي فهنزود الرام، ماشي يعني برضه عشان تبقى واضحه كده. طبعا يا جماعه عشان تشوف السكويد بروكسي والسكويد جارد كل واحد فيهم له لوج فايل، اللوج فايل بتاعه بيتجاب في السكويد بروكسي حاجه اسمها ريل تايم بيجيب فيها اللوجات بتاعه البروكسي، والتاني اسمه لوج في اهو لوج في السكويد جارد، والتاني اسمه ريل تايم ده بيجيب اللوجات. ولو عايز تجيب الاثنين مع بعض في حته واحده بدل ما تروح هنا وتروح هنا، في السكويد بروكسي في اوبشن اسمه ريل تايم بيجيب اللوج بتاع السكويد جارد واللوج بتاع السكويد بروكسي الاثنين مع بعض. طبعا ده مهم لو عايز تعمل ترابل شوتنج يعني عشان تبقى عارف ايه اللي اتعمل له بلوك، يعني ده عايزين نعرف المواقع اللي ما بتعملهاش بلوك دي ما بتعملهاش بلوك ليه، فده اسهل حاجه ان انت تعمله من تشوفه في اللوج بيعمل ايه. طبعا انا عشان برضه اتاكد ان انا ما عنديش مشكله وانا لسه بترابل شوت برضه موضوع المواقع ده، بقفل البراوزرات وبشيل الكاش والكوكيز كل الكلام ده كله، اللي عايز يعمل ترابل شوت يفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. معلش يا جماعه انا بعدي برضه حاجات كتير قوي عشان ده كلها ترابل شوتنج. خلاص انا عرفت المشكله فين. ثانية يا جماعة نكمل. زي ما بقول يا جماعه برضو من ضمن الحاجات في موضوع السكويد بروكسي، احنا قلنا ان في اوبشن ان انت تنيبل على البروكسي انتي فايروس، الانتي فايروس ده ما اشتغلش تمام لسبب ما عرفت بعد كده ان برضو المسؤول عن الحكايه دي اللي هو الاوبشن بتاع الترانسبيرنت اتش تي بي بروكسي برضو كان مأثر على الانتي فايروس اللي محطوط على البروكسي. هنشوف يا جماعه في الفيديو اللي مش اللي جاي اللي بعده هوريكم ازاي الحاجات دي كلها بتتعالج لما بنشيل الاوبشن خالص اللي اسمه ترانسبيرنت اتش تي بي بروكسي. ده كان عامل مشاكل كتيره جدا مع عندي عامل مشاكل كتير قوي في مواقع ما بتفتحش ومواقع ما تعملهاش بلوك وانتي فايروس على البروكسي مش شغال، كل ده بسبب الحكايه اللي اسمها ترانسبيرنت اتش تي بي بروكسي اوبشن. الاوبشن ده يعني مثلا لازال له جوجل برده معمول له بلوك،
هنا بقى في حتة زيادة هنا برضو ايه ليها علاقة بال السكويد جارد. احنا كنا في فيديو سابق قلنا عشان عايزين نبلوك مواقع بنخش بنعمل لستة كده نقول حط لي كام مواقع اعمل لهم بلوك. طب في الحاجات الجديدة بقى اللي هي في الويب فلتر، انت مجرد بتقول عايز ابلوك مثلا كل كاتيجوري اسمه بورن مثلا، عايز ابلوك كاتيجوري كله الكحوليكس، ده بيبقى حاجات جاهزة وهو بيعملها بلوك اوتوماتيك بدل ما تخش وتكريت بلاك ليست زي ما بنسميها تحط فيها كذا موقع. لا انت عايز حاجه اوتوماتيك تقول انا عايز ابلوك البورنو فبلوك البورنو، كورشيز تكتب موقع موقع. فدي موجوده عن طريق حاجه اسمها بلاك ليست كاتيجوري بنكتبها في السكويد جارد. هقول لكم طريقتها ازاي. المفروض ان احنا بنعملها كده بس ان هنطلع فيها قدام شويه. هنروح في البلاك ليست هنا اهو دي، ونحط الموقع ده تمام، ونقول له داونلود. هيبتدي ايه داونلود دي الكاتيجوريز الجاهزه يعني اللي هي البورن والكحول، اللي هي لو انت دخلت اي فاير وول محترمه او اي ويب فلتر بيقول لك انا عايز ابلوك مثلا، تقول له مثلا عايز كل مواقع البورن كل مواقع الكحول كل مواقع الجيمز عايز اعملها بلوك، تك تك خلاص. طيب عايز على جروب الفلانيه فخلاص، انما مش لازم بقى تقول له عايز جروب البورن فروح كاتب له كل مواقع البورن بقى واحد واحد بايدك، او مثلا عايز تبلوك الكحول فلازم اكتب موقع موقع بايدي. لا هي مجموعه محفوظه تمام، وهو بيبقى حاططها في جروب كده وانت بتقول له بس خلاص اعمل لي بلوك عليه. قلنا هنشوفها ازاي في البلاك ليست. خلاص المفروض انها تكون نزلت، هنشوف بقى ازاي ان احنا ناكتف العملية دي او ازاي ان احنا نشتغل العملية دي بعد ما ننزل الليست الاول زي ما شفنا. هنشوف ازاي ان احنا بقى ايه نعمل الكلام ده بعد ما خلاص نزلنا الليست اهي. خلاص هنشوف بقى ازاي ان احنا نعمل بلوك باي كاتيجوري. مش انا هنا ايه اكتب، لازم اكتب الموقع. يعني مثلا الفيديو اللي فات انا رحت وفتحت عملت كاتيجوري عملت رول وسميتها بلوك ميديا وحطيت فيها الفيسبوك وتويتر ولينكدين. لا مش هنعمل الكلام ده، احنا مجرد هنعمل لسته جديده ونقول له يعني مثلا هنقول بلوك كذا ونقول له اختار من كاتيجوري موجود اللي هو مثلا سواء البورن او بتاع. هنشوفها دلوقتي لما نيجي نعملها هتتعمل ازاي. بس خليني بس اعدي شويه الحكايه دي قدام. مش استنى دي واحده يا جماعه. ثواني كده. هنشوف بقى ايه تاني، هوريكم ازاي ان احنا نعمل حته يعني هنكرر الحته دي بس بشكل بسيط. نعدي الحته دي كمان. بصوا يا جماعه انا هوريكم ازاي لو هروح نحمل الليسته تاني هوريكم ازاي ان احنا نعمل حته السكويد جارد بالكاتيجوري. بس هكررها تاني. هنروح البلاك ليست خلاص وهنحط الموقع اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. هكررها بس تاني معلش عشان الفيديو ده هشرحها. هنطلعها هناخد الموقع ده وده موقع معروف هتحمل منه البلاك ليست تمام بس وداونلود. هياخد له مده صغيره بس كده. خلص البلاك ليست. اول ما البلاك ليست هتخلص هنروح بس نفتح في السكويد جارد اوبشن معين عشان بعد كده لما اجي بقى عايز ان انا بلوك بالكاتيجوري زي مثلا اقول له بلوك بورنو الكحول مثلا وحاجات، هنلاقي الاوبشن ده موجود في السكويد جارد. هنروح تحت هنقول له تشيك ذيس اوبشن تو انيبل بلاك ليست خلاص، وهنحط اليو ار ال اللي هو البلاك ليست الموقع اللي احنا جبنا منه البلاك ليست، عشان هو كل فتره هيروح يابديت نفسه من الموقع ده يجيب منه احد احدث كاتيجوريهات موجوده وينزلها لك.
طب هتتجاب منين؟ هنشوفها دلوقتي. هنروح على كومن اس ال، هنشوف في التارجت رولز لما نيجي نفتح هنلاقي بقى ايه، بقى في كذا حاجه. احنا الاول دي كانت سوشيال ميديا، دي احنا عملناها، كل دي مواقع او كل دي كاتيجوريات جاهزه، مجرد بس هتقول له الاو او ديناي بس مش اكتر. بقى عندك دلوقتي ايه كاتيجوريات مفتوحه، فاينانس، تشات، اي حاجه، ديتنج، داونلودز، عايز تقفل مواقع معينه، هو مجموعه كده. لو الطبيعي بتاعنا يا جماعه، لو انت عايز تعمل بلوك المجموعه كامله من المواقع، نكمل الفيديو يا جماعة اهو. فكده بقى عندنا بلوك بالكاتيجوري عادي خالص، هنختار اللي احنا عايزين نعمله بلوك. بس خدوا بالكم يا جماعة في حاجة هنا دلوقتي، احنا مفروض ان احنا لغينا ال HTTPS SSL Inspection، فالحاجات دي مش هيتعمل لها بلوك، لازم اكتيفيت تاني ال HTTPS SSL Inspection عشان يعمل بلوك. معرفش هي لفه طبعا شويه، بس ايه احنا نسينا ان احنا، انا لما جيت عشان اترابل شوت المواقع اللي ما بتشتغلش قفلت ال HTTPS Inspection. فلازم بعد ما حتى اعمل الكاتيجوريز دي واعمل لها بلوك، لازم اروح ان انا افتح تاني ال HTTPS عشان اغلب المواقع شغاله HTTPS. فمثلا كنت عامل نيوز ان انا اعملها بلوك، هتيجي تفتح البي بي سي هتلاقيها شغاله، هتلاقي تفتح سي سي ان هتلاقيها شغاله. فعشان اخلي الموضوع ده شغال لازم ارجع تاني في السكويت بروكسي ال HTTPS Inspection او انيبل SSL فلتر. ماشي، نكمل اللاب بتاعنا. احنا كنا المفروض دلوقتي قلنا ان احنا خلاص عملنا حته الكاتيجوريز، خلاص هنحاول دلوقتي ان نختبر الكاتيجوريز دي. بعد ما عملناها هنلاقي انها مش شغاله، سواء قلنا ان الموضوع ده بسبب انه ال HTTPS SSL فلتر مقفول، فكل حتى الكاتيجوري اللي احنا عاملينها، والمفروض اللي لسه احنا عاملينها دلوقتي حالا اهو بعد ما نزلنا البلاك ليست، برضو ستيل مش شغاله. فلازم ناكتف تاني ال SSL انكريبشن، سوري SSL فلتر، لازم تشتغل تاني. هنلاحظ انه انا مثلا عامل المفروض في البلوك كاتيجوري عامل مثلا ان هو يبلوك الكحول ويبلوك النيوز، انا مثلا المفروض ان هو ما يفتحش بي بي سي والحاجات دي، بس طبعا عشان انا قافل الموضوع قلنا ال SSL فلتر، ف الرول اللي انا عاملها دي مش شغاله، لان سبب وقلنا ان كل المواقع شغاله HTTPS وانا قافل الاوبشن ده. هنلاحظ ان انا عامل نيوز مثلا اهو، لما هكتب بي بي سي مثلا هيفتح البي بي سي عادي خالص، مفيش اي مشكله. والسي ان ان كمان مفتوحه فوق اهي، لو تلاحظوا سي ان ان وبي بي سي الاثنين مفتوحين، مفيش اي مشكله. فلازم ارجع ال SSL فلتر افتحه تاني. تمام، هنلاحظ اهو بعد ما فتحته على طول الايرور ظهر بتاع ال SSL. لو حاولنا بقى نفتح دلوقتي مثلا بي بي سي او الحاجات دي، هنلاقي انها مش شغاله، لان خلاص بقى اوريدي ال HTTPS دلوقتي رجع تاني. برضو في مشكله قلنا عشان موضوع ال HTTPS ده، برضو هو شغال المفروض انا حاطط انتي فايروس على السكويت بروكسي، عامل حاجه اسمها انتي فايروس، خلاص بسبب
المشكله اللي اتكلمنا عليها ان موضوع ان المواقع ال HTTPS ما بتعديش لما الاوبشن بيكون على اساس فلتر شغال، الانتي فايروس برده مش شغال لسبب ما. هنشوف كل الكلام ده كله في الفيديو اللي جاي او اللي بعده لما نقفل الترانسبيرنت بروكسي HTTP نشيله ونخلي ونأكتف تاني ال SSL filtering، وبعدين نروح على كل براوزر عند كل كلاينت نضيف البروكسي مانيوال بايدينا، نحط الاي بي والبورت، هنلاقي كل حاجه تشتغل معانا تمام. بس المشكله كلها زي ما قلنا ان احنا طبعا مش هنروح على كلاينت نحط لكل براوزر، افرض عنده كروم وانترنت اكسبلورر وكذا حاجه، هنعملها عن طريق جروب بولسي. وبرده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هوريكم ازاي نعملها عن طريق جروب بولسي، ان احنا نحط البروكسي بالجروب بولسي بحيث ان انت مش لازم تكتبها بايدك. فا يعني هو لحد دلوقتي انا شايف موضوع السكويت بروكسي مش فعال قوي. انا بالنسبه لي مش شايف مشاكله نوعا ما مش سهل، ومش كتير مشاكله كتير بس برضو مش سهل. انا لو انا راجل شغال في شركه او في مصنع او في حاجه محتاجه فاير وول، مش هرمي على موضوع السكويت ده لان واضح ان مشاكله مش كتير. ده بالاضافه كمان ان بعد كده هشوف الفيديوهات اللي جايه انا هحاول بقى كمان ان انا انتجريت السكويت بروكسي هو والسكويت جارد مع الاكتف دايركتوري. حد هيقول لي طب انت مش قبل كده عملت انتجريشن ما بين الفاير وول كله ما بين الفاير وول اكتف دايركتوري كله؟ للاسف ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. يعني للاسف ده شغال بطريقه يعني اللي انا مش مجرد ان انا عملت انتجريشن مع الاكتف دايركتوري مع الفاير وول، يبقى انا كده السكويد بروكسي والسكويد جارد هم كمان عملوا انتجريشن. لازم اخش في اوبشنز معينه اعملها، وهتشوفوا بعدين في الكام فيديو اللي جايين ان الموضوع بقى صعب جدا ومشاكله برده كتير، وفي الاخر خالص الموضوع بيفشل تمام. بس برده انا هوريكم الموضوع ده لما يحصل هيبقى شكله ايه. يعني هنجرب ان احنا ننتجريت السكويت بروكسي هو والسكويت جارد مع الاكتف دايركتوري. طبعا اللي اسمه ايكار ده ويب سايت بينزل لك ملف تيست كده كفيروس خلاص. فطبعا المفروض ان انت لما تاكتف الانتي فيروس على السكويت بروكسي، لو شفتوه في الفيديو اللي فات، المفروض ان انا اول ما ادوس على الفيروس وابتدي احمله يروح طالع يقول لي لا ده انا عملت له بلوك. فطبعا لما موضوع الاس اس ال فلتر ده شغال الموضوع ده ما بيتمش، في مشكله فيه. وبرده موضوع ترانسبيرنت اتش تي بي بروكسي لو الاثنين شغالين مع بعض بيعملوا مشكله، لازم الاتش تي بي بروكسي ده يتقفل، الترانسبيرنت يتقفل ويتحط مانيوال. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على طول، يعني اللي جاي ده على طول هتشوفه لما هنشيل الاتش تي بي ترانسبيرنت بروكسي ده وين اكتف الاس اس ال فلتر، وبعدين ناخد البروكسي بقى نحطه مانيوال في براوزر ونجرب نشتغل، هنلاقي كل حاجه شغاله كويس قوي. وان شاء الله لحد ما اشوفكم اللي جاي. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.